السلام لزهمي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. السلام لزهمي، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. المهم اليوم حنايا ما عندنا ما يدار، وبغينا نوريكم فاش ما يكون عندنا ما يدار كيفاش كنحاربوا الملح. هيك سالم، فاش ما يكون عندنا ما يدار شنو كنديروا؟ المهم حنا دابا غادي نصايبوا واحد الكراتان، كيجي بنين بنين بنين. غنبارطاجيو معكم كيفاش كنصايبوا الكراتان ديالنا، غناكلوه صافي. وبغينا نبارطاجيو معكم نقول لهم الكراتان شحال كيجي بنين. كيجي حاتو الصراحه ديالي كيجي احسن من ديالها. شوفي قولوا الحقيقه، كيجي زوين صراحه، كيجي واعر واعر بنين. المهم خليكم معنا تشوفوا سالم الحاد كيفاش غادي دير. دابا جبنا الكراتان وغادي نديرو دابا. يلا كنجبدو المقله. هادي غنطلقو فيها، هادي غنطلقو فيها. هادي كنطلقو فيها لي بات. لا وفاش نطلقو لي بات غنخليكم مع شوميسه خاولة. الكراتان اللي غنصايبو هو الكراتان ديال لي بات بالبيشاميل وصوص طوماط، ياك مخلط فيه البيشاميل وصوص طوماط في نفس الوقت. دابا خاولة غتقطع البصلة. كنقطعو هاد البصلة بحال هكا، شفتو قداش البصلة من جوا الصيد؟ عرفتي شحال كيجي واعر ولا؟ أول حاجة كنديرو كنقطعو بصلة بحال هادي، كما كانت هاد البصلة صغيرة ولا كبيرة على حساب نتوما اللي بغيتو. كنقطعو البصلة هي الأولى باش كنصايبو ديك لاصوص طوماط. كنقطعو البصلة وكنشحروها، كنزيدو عليها مطيشة محكوكة ومطيشة ديال الحك. شنو آخر؟ القامة والربيع صافي، والكفتة في الأخر. إيه الربيع والزعتر. لا 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 الربيع لا غير الزعتر. دابا كنت صافا شي تجي عندنا حتى فاتي طلقت عليا مجاتش. درنا من الحجم الكبير. الأخر كنت بكيت أنا حد عيني حرقوني بالبصل. مهم حنا قطعنا البصلة دابا، درنا هاد المقلة، نزيدو عليها زيت العود والملح والبزار وغنديرو هاد الشحر. إوا بكيتني البصلة يا ختي، جات معايا حادقة. أنا والله تي كنصايب الكراتا. المهم البنات فاش يجيكم الميلان وما ديرو وتبغيو تفرحوا راسكم، سيرو صايبو الكراتا بحال هادا. أي أي حرقتني. عرفتي أنا غندير عليا الماسكارا. غنديرو دابا لي باتيت تسلقو، غندير لهم شوية الزيت شوية الملحة في الما وغنديرهم يتسلقو. ديري لي بات فين ديرو الزيت؟ أوي شي سخون الما، شي سخون. ديري الزيت والملح. لا شي سخون الما شوية. انتي حادقة. حادقة هذاك أنا. سير سيري. المهم داكشي ساهل كنعطيه السلمة باش دير، واحد الشيء راه صعيب ما تقدش عليه. دابا شحال تقرا بشي ساعة. العود بحالك، شوف ركزوا على الفتحات. قلت لك حالك والله ما حبيت الناس يشوفوك دير الزيت. اختي راه الفيديو راه ستريس، راه ماشي بحالك تكوني كطيب على راسك. عافاك. انا نقطع لك الثومه هي كنعرف ديري الثومه قداش. شوفوا كثر الثومه، الثومه كتطلق البنه. ديري الثومه قداش. سمعتوني، اي حاجه تكونوا كطيبوها ديروا الثومه بزاف. والله حتى الثومه كتجي بنينه، كتطلق واحد المذاق واعر. كنصحكم الفتيات، انا طباخه ماهره. قولي لهم مثلا، قولي الحقيقه. الحقيقه قولي الحقيقه. ثاني موس صافي كسبتك الثاني. والله يجي كنطيب مزيان. الله يجي حشمك. وما لك ليتي نصايبو نخليك تشوفي. يلا ثاني موس ثاني موس. دور كاسه الثومات ولا اربعه فهمتوني، وكديروها كتشحر مع البصله دقه واحده وصافي. ومن بعد كتحكوا واحد جوج مطيشات باش كتشحر لكم البصله والثومه. كتحكوا واحد جوج مطيشات وكديروا شي معلقه كبيره ديال مطيشه الحك، وكتخليوا داك الشيء يتشحر كامل. نعطيكم لاستيوس باش كتجي ديك لاصوص بنينه، ديك صوص طوماط كتجي بنينه. ماشي غير تحطوا مطيشه وتبان لكم تشحرات صافي وتزيدوا الكفته وتحطوا داك الشيء، لا. ملي تحكوا مطيشه وتزيدوا على مطيشه الحك خليوه وبقاو تزيدوا عليها الماء، واخا تبان لكم شويه بقاو تزيدوا عليها الماء تطيب مطيشه مزيان. مطيشه قد ما طابت مزيان قد ما كتطلق البن. اللي ما عرفتش راسي الشيف خاوي والله حتى هذا اكتشاف، انا اكتشفته مع الوقت. مطيشه شحال ما بقات كطاب كطاب شحال ما كتولي بنينه، كتطلق مذاق بنين. يعني الا بغيتوا لاصوص طوماط تصدق لكم بنينه وديرين فيها مطيشه ديروا بصح بصح. خليوها كطيب، خليوها تبقى طيب، بقاو تزيدوا عليها الماء وخليوها طيب. فهمتوا؟ حيت المطيشه دغيا كتشحر دغيا داك الماء كينشف. بقاو تزيدوا نص كاس ديال الماء وخليوها تشحر تطيب لكم مزيان. فهمتوا؟ زيدوا الكفته كطيب الكفته، هي لاصوص طوماط طابت وجات بنين. انا ما كنديرش فيها الربيع، كندير فيها الزعتر. حتى هذا كراتان فهمتوني صاحبي. ولي البركه من الثومه صافي. ولي شحال الثومه ربعه باش تجيكم بنين. البصله ولا شنو هي؟ تا في راسك. قلت لك انا مخ موجوده باش تبغي تقدر تهضر. انت ما تقدرش دير نحيح بنت نسيت تقوى على انستغرام. هاي الثومه ساليتها نحطها دابا. اش دير ليا؟ شوف هذاك المحلول ضرقين به الشبش.
نتوما على الصلاة. هنايا الماء كيسخن ديروا الماء يسخن باش تلقاو ساهل باش تلقاو لي بات تقاد على لي بات ما يسخنش. شوفوا سلمى كيفاش كتحط الفرماج. عندك الفرماج هو المدرح ماشي اوريجينال. سلمى زيدي على مطيشه مطيشه جوج مطيشات كبار. اه ماشي شحال بقيتي كدير كنت شي 10 ولا 8 كيلو بعدا جوج مطيشات كبار بحكم مطيشه. ايه انت غير كطلع لك المهم ندير نزيد شويه الماء ندير في هذه شويه الماء تشربها. لا بلاش صافي قلت لكم مطيشه مشى تشوفوا نشفات وتخليوها بقاو تزيدوا عليها الماء تطيب هذه المطيشه هذه مزيان فهمتوني باش كتجي بنينه. صافي وشويه غادي باش غادي نزيد عليهم الملح والبزار والزعتر مطيشه الحك ومطيشه الحك معلقه كبيره ولا معلقه ونص. مطيشه الحك كتبدا لاصوص كتقال ضروري خاصكم تزيدوا الماء واش فهمتوني ماشي بالكم داكشي تقال وكلشي ولا احمر صافي راه لاصوص طوماط واش دار شحال من واحد كيدير هاد الغلط علاش كيجي داكشي باس. عندنا انستغرام راه ديما كنخلي لكم انستغرام في لا ديسكريبسيون واخا كنسى ما كنقولهاش لكم ولكن في اي فيديو غتلقاو الانستغرام ديالنا كاين. دونك دخلوا عندنا انستغرام وتابونا وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا لايك. نشكركم على لي كومونتير الزوينين ديالكم الميساج اللي كيوصلوا في الانستغرام زعما فنين شكرا بزاف. المهم البنات جيت فتحتها وخليتها طيب دابا خليتها تنشف هاد المطيشه مزيان مخصناش نخليو فيها الماء حتى تنشف تبقى تبان لنا بحال غير الكفته اللي كاينه. ونحط عليها شويه الزعتر ومن بعد غادي نصوب لاصوص بشاميل. عرفتي واش الصوص بشاميل هذيك اللي كندير ولا صوص فرماج. المهم واحد لاصوص بنينه وصافي ولي بات هنايا ديري لافاك وباقي ما بداوش القرايه شنو كديروا بغيت نعرف شنو كديروا في حياتكم باش كتحاربوا الملل حيت حنا راه صاف قتلنا الملل اول عام يدوز عليا بحال هكا تعطلوا فيه في القرايه حتى للدرجه في ميد كنا ماكلو ونعس. المهم شوف داكشي كومون سا سباس بون لي زامي الشمس قتلتنا وجهنا تحرق لينا في كل هادشي ماشي مشكل في الاخر غادي نصايبو غراتان بنين. هاي نشفات شفتو هاد الشوكولات نشفات مزيان تقطع لكم غير الكشته ومطاش تخلي بحال هكا صافي. دابا غادي نحيدوها نخليو الطماطيشه تبقى زعما راك فهمتوني. هنايا كنديرو معلقة ديال الزبدة وكنتسناو حتى كدوب شوية وكنزيدو على جوج معالق ديال الدقيق ومن بعد كنزيدو الحليب وكنديرو الملحة وشوية ديال البزار وكنزيدو الفرماج إلا بغيتو. سلمى كتزيد ليا الفرماج المربى كيجي فيها زوين حسن من لاباش كيري ولا شي لاخر كتلق فيها البنة. هاد لاصوص بشاميل عقاد الدم خصك تولي خاطر وكن كنصفيو لي بوط من بعد كنديروها في المول على قد داكشي اللي بغيت. هادشي انا صافي عطرت انني واحد الانسان اللي بحال دماغه كندير كنديروا النص ديال لي بات وكنخلطوا مع النص ديال الصوص بشاميل بحال هكا. هادشي انا ماكش كندير هكا. دابا كنديروا صوص طماط وكنسرحوها شي جبتها فهمتي القرايه وجايه شاش سالينا وشاري الويفي هذيك شاش كنعيطك ما كنتش نرجع شي بينا فيها كتشي هي والله ومن بعد اجي نوريكم كيفاش هذيك لي بات اللي بقات او تيديها فوق منها. لا سكتي سكتي كنزيدوها هنايا البلاصه فين كاين البشاميل. واش كديري جوج هكا؟ ايه وين ما واش كديري هادشي كنجي تحلي لك صح ليك هنا حتى حتى
المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي. ما تنساوش تدخلوا عندنا انستغرام وجربوا هاد لي بات جات بنينه. اللي جربها يصيفط لنا ميساج نشوفوا يقول لنا كيفاش جاتو.